سأعطي الكلمة الآن لصاحب المعالي السيد سيرجي فاشين نائب وزير الخارجية الروسي. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة. معالي الوزراء، ندعم عقد الرئاسة لجلسة طارئة فيما يتعلق بالتصعيد الطارئ في لبنان وعلى المنطقة الحدودية في لبنان وإسرائيل. نشكر الأمين العام غوتيريش على الإحاطة وعلى ما قدمه من تحليل للحالة الإقليمية. تظهر التطورات في الأيام الأخيرة أن أسوأ تنبؤات تتجسد، حيث أن التصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أدى إلى موجة من انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، في البحر الأحمر والعراق، وإلى مواجهة كاملة بين إسرائيل وحزب الله، وأبرز الضحايا هم المدنيون على خطي جانبي الخط الأزرق. ضحايا القصف الإسرائيلي الأكبر من قبل إسرائيل على لبنان شملوا 569 شخصا، بما في ذلك أكثر من 50 طفلا، وجرح ما يربو على 1800 شخص بحسب نائب ممثل اليونيسف في لبنان. وفي يوم واحد قتل في لبنان أشخاص بما يفوق عدد من قتلوا في شهر، كما أن موظفين من الأوتشا قتلا، واضطر الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في 23 من سبتمبر أيلول بعد موجة غارات إسرائيلية في البقاع والجنوب. في البقاع قتلت أسرة من 10 أشخاص، وكذلك قتل العديد من الأشخاص بنتيجة غارة إسرائيلية على منطقة مأهولة بالسكان، كما أن الغارات الانتقامية على أهداف عسكرية في إسرائيل شنها حزب الله. و هذه الغارات تأتي بعد بضعة أيام من التفجير لأجهزة الاتصال في لبنان، والتي جرحت الآلاف، وندين الاعتداءات العسكرية والاستفزاز ضد دولة لبنان، ونعرب عن أحر التعازي للأسر، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نرفض كل الرفض الاعتداءات العشوائية التي تستهدف المدنيين في الغرب القدس. يقولون أن الهدف من العملية العسكرية ضد لبنان يتمثل بخلق ظروف آمنة لعودة النازحين إلى شمال البلاد. وبحسب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هالفي، يتم الحديث عن الإعداد لغزو بري، ولكن أظهرت الحملة الإسرائيلية لعام 2016 أنه حتى لو أن هناك تفوق عسكري في العتاد والسلاح، هذا لا يكفي لتحقيق السلام والأمن اللذين لا يتحققا بالسبل العسكرية حصرا. سيدي الرئيس، ما يجري في المنطقة يجهر مرة بعد أن السعي لحلول للأزمات المعقدة كالأزمة اللبنانية غير ممكن إلا عن طريق الحوار. لابد من ذلك فورا لوقف دوامة العنف قبل أن تخرج عن السيطرة. ندعو للوقف الفوري للأعمال العدائية بما يسمح بوضع حد لسفك الدماء وخلق الظروف المؤاتية من أجل التسوية عبر القنوات السياسية والدبلوماسية. ولابد من التخلي عن الخطابات المتهورة. يذكر جميعنا ما قاله وزير الدفاع غالانت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري وتهديده لمن يلعبون بالنار في سياق المواجهة مع حزب الله. نحن نعتقد أنه في ظل هذه الظروف تدعو الحاجة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي استفزازات قد تؤجج النزاع أكثر، ولكن وفي هذا السياق نعتقد أن السبيل لدرء الحرب التي يلوح أفقها في الشرق الأوسط إنما يمكن فقط من خلال وقف سفك الدماء في قطاع غزة، حيث أن عدد من لقوا حتفهم جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية فاق 42 ألف شخصا. تقاعس المجلس الذي تأخذه دولة دائمة العضوية أسيرا غير مقبول، فلا بد من حث الأطراف على العمل من أجل السلام، وهذا من شأنه حفظ أرواح الأسرى الإسرائيليين وضمان عودتهم إلى ديارهم.
نعتقد أن الحاجة تدعو في المرحلة المقبلة إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس المعايير الدولية. فهذا المفتاح لتسوية الأزمات في الشرق الأوسط. وفيما خص لبنان، نعتقد أنه لابد من التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل بوقف كل العمليات العسكرية الهجومية وسحب القوات المسلحة من جنوب لبنان ووضع حد لاحتلال الأراضي اللبنانية، وكذلك انسحاب كل وحدات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. نعرب عن كامل الدعم لقوة اليونيفيل التي تطلع بدور أساسي لتحقيق الاستقرار على امتداد الخط الأزرق. فتواجد حفظة السلام ساهم بالحد من مخاطر بدء مواجهة عسكرية واسعة النطاق. ندعو إلى الاحترام الكامل للقرار 701 وكفالة سلامة وأمن حفظة السلام. وبدورنا سوف نواصل بذل الجهود الدبلوماسية من أجل نزع فتيل التوتر والعمل على درء أي سيناريو كارثي. ولا يجب على أي طرف أن يواصل الاستئثار بهذه الجهود خدمة لمصالحه الجيوسياسية الأنانية. واليوم نواجه في الواقع عواقب مثل هذه الإجراءات التي قامت بها دولة واحدة دائمة التطبيع في مجلس الأمن. وشكرا.